FM. الكلمة ليك. من وال التنمية القادم إذا كان باش نفكروا فيه نتحدثوا صحيح على التزاوج بين العام والخاص في القطاعات المنتجة، ولكن مش بالمنظور نتاع التركيب الخاص على العام أو استيلاء وهيمنة الخاص على العام، أنه يجي يشاركوا في الفضاء ومن بعد يبدأ يربح في الفضاء على حساب القطاع العام. هذا موقع قبل القطاع العام ما نماش في مساحته الخاصة في فضائه الاستراتيجي اللي لازم ينمو فيه، حاول أنه ينمو ديما على حساب القطاع العام. اليوم حتى بالتروى بي بي المطروحة، يعني الشراكة بين القطاع الخاص والعام، هي بمفهوم انت دخلني معك كاري نولي مولى الدار، أنا ندخل معك باش نشاركك في مجالات بعض الأنشطة نولي أنا ملاك، وهذا هو ما يريدونه البعض وإحنا ضده. قلنا هذا ضد المبدأ الأساسي أن الدولة تكون مسيطرة على القطاعات الاستراتيجية، وهذا ما ذهبوا له كل البلدان، أقوى البلدان الرأسمالية. الكلمة ليك.